وبطولات النادي الاهلي مسمعه بره قوي قوي قوي. من المغرب الشقيق المحلل الرياضي الاستاذ ربيع العفوي في قناه الكاس، رايه في تتويجات الاهلي سرها ايه؟ سابدا بالاهلي المصري. كابتن ربيع العفوي، توج للمره التاسعه بلقب تشامبيونز ليج الافريقيه، انتصار الخبره. الخبره اتفق معك تماما، لك كذلك انتصار للهيكله الموضوعيه، وكذلك لان النادي لديه اعراف وتقاليد. لما نتكلم اعراف وتقاليد نتكلم على العديد من الجوانب. الجانب التسييري ان كل شخص ياتي الى النادي لخدمه النادي وليس لاهداف شخصيه. ثم اذا ما تكلمنا عن الجانب التسويقي نتكلم على تقريبا النادي الذي يعرف كيف يسوق صوره النادي، وهذا يدر عليه مبالغ ضخمه. إذا تكلمت عن مبلغ اليوم، من الصعب أن نقول بأنه نادي يتواجد بالقارة الإفريقية، نتكلم على ميزانية النادي في 2020 تقريبا 140 مليون دولار، وأعتقد ميزانية كبيرة وكبيرة جدا تخول له على أنه ينتدي بأفضل اللاعبين محليا وقاريا، وهذا ما يعطيه فرص كبيرة من أجل هذه التتويجات سواء كذلك كانت محلية أو قارية. ثم كذلك على المستوى الانضباطي، وهذا شيء مهم بالنسبة لكل نادي. لما كل شخص سواء كان من الإدارة أو لاعب يقوم بتجاوزات على الفور يتم معاقبته، سواء معاقبته خاصة عن كان ما كانت، يعني العقاب كيفما كان معنوي أو مادي. وعنصر كذلك مهم وهو العنصر الإنساني اللي هو الاعتراف والامتنان. تلاحظ معي أخ هيكل، من أكثر النوادي التي تستثمر في لاعبيها لما كانوا يلعبون كرة قدم، سواء على المستوى التسييري أو على المستوى كذلك الفني. لما نتكلم عن المستوى التسييري تذكروا صالح سليم الرئيس الأسطوري الذي كان لاعب كرة قدم، محمود الخطيب حالي الذي كان لاعب كرة قدم، سيد عبد الحفيظ الذي هو المدير الرياضي والذي كان لاعب سابق لنادي الأهلي. كل عوامل تخلي أن نادي الأهلي يحقق ما يحققه، والإنجازات صراحة هي إنجازات منطقية مع الجنوب التي يعني سردتها في هذه المداخلة. دي رؤية الزميل المغربي ربيع العفو، إنه النادي الأهلي زي ما المهندس عدلي أشار عنده هيكلة إدارية سليمة، عنده تراكم خبرات جيد، عنده حالة احترافية بتمكنه زي ما قال ربيع العفوي إنه بيستثمر في قدراته وفي كوادره. قال لك كرة القدم كل نجومها وكل اللعيبة اللي بتتراكم عندهم خبرات بيرجعوا هم اللي بيديروا النادي، بيديروه بخبراتهم اللي النادي استثمر فيها. كابتن صالح سليم نجم كوره كبير، كابتن حسن حمدي نجم كوره كبير، كابتن محمود الخطيب نجم كوره كبير، وحتى لما اتكلم قال لك وكابتن سيد عبد الحفيظ كان لاعب اصبح دلوقتي مدير كوره. هو ده التواصل. لكن مع هذه الرؤيه العربيه والخارجيه اللي واضحه جدا للنادي الاهلي واسباب تفوقه، نرجع للداخل وندور على الفضيلة الغائبة، الاحترام ليه ما يكونش موجود؟